وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام احدث التقنيات والاجهزه التكنولوجيه في اقامه مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنه، مع مراعاة المبدا الثابت بحوكمه كل جوانب الاداء وفقا لاعلى مواصفات الجوده والاستدامه، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدوله. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعه الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القوميه في مجالات الرقمنه وتكنولوجيا المعلومات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني ولواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ولواء اركان حرب ايهاب عبد الله مدير اداره المشروعات الكبرى بالهيئه الهندسيه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات. وقد وجه السيد الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة. بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة. وعلى النحو الذي يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنمويه الشامله. مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءه الموارد البشريه، واعداد اجيال وكوادر واعده وقادره على تنفيذ المشروعات الرقميه على مستوى الجمهوريه. وقد تم في هذا الاطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والانشائي لمدينه المعرفه في العاصمه الاداريه الجديده. والتي يتم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية. كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال. ليصبحوا عناصر فاعله تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدوله، خاصه مشروع انشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصوره والمنوفيه والمنيا وقنا وسوهاج واسوان، وكذا مشروع انشاء مجمع الابداع التكنولوجي بالاسماعيليه، الى جانب مشروع انشاء مراكز ابداع مصر الرقميه في بنها والفيوم wapor said